في دايرة أبو تيج، خلينا نتكلم عن مدينة أبو تيج نفسها، ويمكن احنا رصدنا بعض المشاكل في الدائرة وخاصة في منطقة السوق ومنطقة أيضا المجزر. خدنا بعض اللقاءات مع الأهالي ونشوف مشكلتهم هناك ايه ومدى معاناتهم في هذه المنطقة. نروح نشوف التقرير ونرجع مرة تانية نكمل حوارنا. المشكلة الزبالة، مجلس المدينة يجي يكبها في السوق ويولع فيها، الدخانة بتيجي على المساكن، عربيات الصرف الصحي بتيجي بتكب جوه في السوق، برضو الوساخة بتخش على المساكن، الناس كلها متضررة من الموضوع ده. البيوت كلها نزز، المياه فايرة فيها أصلا من الأرض من تحت، يعني هم عندهمش حل إنهم لازم يطلعوا المياه، هم الناس قاعدة في المياه نفسها. يا اما يشوفوا الحل للبيوت دي ويشوفوا يوقفوا عربيات زباله اي حاجه للنظافه دي. المايه الوسخه، مجلس مش شغال ابدا، مجلس ابو تيج ما شغالش والله.